مشاهدين، يحكى أن لسه لقاءاتنا مستمرة معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، والحقيقة هذا اللقاء هو لقاء هام ومميز جدا. لقاءنا دلوقتي مع واحد من أهم الكتاب المصريين، واحد من الكتاب اللي دايما بيكونوا حريصين على أنهم يقدموا وجبة دسمة وثرية وتحترم عقل القارئ المصري تحديدا، اللي بيختلف الحقيقة بشكل كبير عن يمكن أي قارئ آخر. معانا دلوقتي وبيشرفنا فيه يحكى أن الكاتب الكبير أشرف العشماوي. منورنا فيه يحكى أن. أهلا بيك، منورة، مرسي. أهلا بيك. يعني في البداية الحقيقة إحنا سعداء بهذا اللقاء جدا، وأنا كمان مبسوط. إحنا أسعد أكيد. إحنا موجودين وسط كمان إصدارات عديدة من إصدارات حضرتك ومن تأليف حضرتك. مظبوط. بس خليني في البداية أسألك عن وجهة نظرك في المعرض السنة دي وهذه النسخة 55. المعرض السنة دي الحقيقة مختلف، مبهر، وانا شخصيا ما كنتش متوقع كده. يعني متوقع كنت ان هو يبقى اقل من سنين فاتت، اقل في الاعداد، اقل في الاقبال، الندوات تبقى اقل، يعني ما اعرفش، كنت داخل محبط شويه. انما الفايبس الموجوده في المعرض لا، مدهشه. احنا مختلفين عن كل الوطن العربي، المعرض بتاعنا بيفضل كل سنه بيبقى اقوى، بيبقى احلى، ليه قلق اكتر. الاقبال زي ما انت شايفه، الناشرين عاملين خصومات مهوله، في كتب حكومية كمان من الهيئة العامة للكتاب وأصول الثقافة والمركز القومي للترجمة بتوصل لعشرة جنيه وخمستاشر جنيه، يعني أرخص صحيح. من أكل، فلا هيلة. فبصراحة أنا شايف المعرض السنة دي نجح، يعني أقدر أقول كده يعني. طيب يعني حضرتك أكيد حضرت معارض عديدة برا مصر، إن كان في دول عربية، حضرت في دول أوروبية وفي دول عربية. صحيح. المعرض هنا مختلف تماما. في إيه مختلف؟ من وجهة نظر الروح، احنا عندنا الروح المصرية دي مش موجودة في اي حتة برا. هتلاقي النظام اكتر، ممكن هتلاقي الاعداد اقل، ممكن يبقى فيه هدوء اكتر، ممكن حتى حتة اماكن الاكل بتبقى اروق. هنا الروح المصرية اللي هي اللمة، الزحمة، الدفى. بالظبط. ده مش موجود في اي حتة، بس ده حلو بصراحة. طبعا. انا بحبه، يعني ده مصري قوي، مش موجود في اي حتة تانية مهما اي حد حتى حاول يقلدنا. لا، احنا عندنا حتة عندنا حتة ملهاش تمن. صحيح. يعني القيمة بتاعتنا دي ملهاش تمن خالص. صحيح طبعا. وما راحتش لسه يعني. لا ان شاء الله عمرها ما تروح. ان شاء الله ما تروحش. طبعا. بالظبط.